هذه طبعا غير معتاده بالدبلوماسيه العالميه، ماكو سفير يروح الى رئيس مجلس قضاء، ممكن يروح لوزاره الخارجيه، ممكن يلتقي، ولكن تحرك ماثيو تيلر يختلف عن كل السفراء، يقوم بجولات على وزراء امنيين وكذا، يريد ان يوصل لهم الاتي، اقول لك اياها بصراحه، انه المنطقه الدوليه ليست منطقه دوليه، فيها فصائل، هنالك مقرات، هنالك وجود تقد يعني تقديرات تتحدث عن 5000 حقيقه وجود يعني تحت اطر رسميه ولكنه غير رسمي. مقرات موجوده، اسلحه موجوده، ولذلك الامريكان عندهم خوف من تكرار سيناريو بنغازي استاذ نجم اللي حصل في القنصليه في بنغازي، خوف حقيقي، وهم في مناخ انتخابي. اي تصعيد بهذا الاتجاه او ضرار بمصالح الامريكان او اصابه احد العاملين الامريكان في السفاره او في غيرها سوف يعني يؤثر بشكل مباشر على مزاج الناخب الامريكي وعلى شعبيه ترامب. لذلك هناك قلق، ومن هنا جاء تحذير بومبيو بشكل شديد